تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أكمل صورة التكاثر. لدينا النعيم، تعلمون التكاثر، المقابر، الجحيم، واليقين. صورة التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم، أحسنتم، ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم، جيد، المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف، جيد، تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، جيد، الجحيم. ثم لترونها عين، أحسنتم، اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن، جيد، النعيم. نراجع صورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ننتقل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني، أكمل الحديث الشريف. لدينا حديث شريف نكمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من، جيد، خيركم من تعلم القرآن. تعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن و، جيد، وعلمه. من حديث شريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. التمرين الثالث، أنقل كل ركن من أركان التالية في الخانة المناسبة. لدينا إقام الصلاة، الإيمان بالرسل، صوم رمضان، الإيمان باليوم الآخر. إذا أنقل كل ركن من أركان التالية. لدينا أركان، أربعة أركان، نقلهم في الخانة المناسبة. الخانة الأولى، خانة الثانية. الخانة الأولى فيها أركان الإسلام، والخانة الثانية فيها أركان الإيمان. نبدأ بالأولى، إقام الصلاة، أحسنتم، هي ركن من أركان الإسلام، نكتبها في خانة أركان الإسلام. إقام الصلاة. الركن الثاني، الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل، أحسنتم، أركان الإيمان. الإيمان بالرسل. من أركان الإيمان. نواصل، صوم رمضان، جيد، هي ركن من أركان، أحسنتم، الإسلام، نكتبها في خانة أركان الإسلام. صوم رمضان. وركن الرابع والأخير، الإيمان باليوم الآخر. لما نراها من الإيمان، إذا هي من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. إذن لدينا أركان الإسلام، لدينا ركنين وهم
إقام الصلاة وصوم رمضان، بينما أركان الإيمان الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر. وهكذا انتهينا من حل اختبار الفصل الأول في التربية الإسلامية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.